لسه مكملين مع حضراتكم مناقشه ملف سد النهضه الاثيوبي والتداعيات الدبلوماسيه بناء على ما حدث خلال 48 ساعه الماضيه. الدكتوره اماني الطويل مدير البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه بتنضم لنا على الهاتف. صباح الخير يا فندم واهلا بيكي على صباح الخير يا مصر. صباح النور واهلا بيك وصباح الخير يا مشاهدي. اهلا بيك يا دكتور. دكتوره اماني، هل يهرب أبي أحمد إلى الأمام من أزماته الداخلية؟ هل يستبق الزمن لمحاولة طمس ما يحدث داخليا؟ إثيوبيا فشلت فشل كبير في إجراء انتخاباتها الأخيرة، نقدر نقول 40% من الشعب الأثيوبي لم يستطع أن يدلي بصوته في الانتخابات الأخيرة، وعلى رأسها إقليم تجراي. وإذا كنا نتحدث عن إقليم تجراي فأيضا هناك الأزمة الطاحنة التي تحدث والعراكات العسكرية وضرب أسواق وما حدث الجانب الآخر من الأسرى من الجيش الإثيوبي، يعني هناك مشاكل كبيرة داخليا. هل يهرب أبي أحمد إلى الأمام؟ يعني نسبيا نعم، لكن دعني أقول أن مسألة الملء الثاني هي مسألة مقررة نعرفها منذ فترة، فهو لم يأخذ قرار الملء بسبب أزماته الداخلية، لكن يستثمر هذا الملء في أزماته الداخلية ويحاول أن يوسع من رقعة تأثيره السياسي بعد هزيمة الجيش الفيدرالي في تجري من ناحية، بعد التوترات في تحالفه مع الأمهرة من ناحية تانية، بعد التحديات الأمنية اللي بيواجهها في بني شاكول وبومز من ناحية ثالثة، عدم قدرته على إعلان نتائج الانتخابات التي جرت يعني قبل أسبوعين تقريبا. فيعني معظم معطيات المشهد الداخلي الإثيوبي الحقيقة معقدة ومرتبكة، فهو بيستخدم مسألة الملء الثاني، لكن إجرائيا الملء الثاني كان مقررا. لا، الاستخدام السياسي، البروباغندا السياسية الإعلامية سواء كانت دوليا أو داخليا. نعم، هو داخليا بالأساس، لكن خارجيا تحوز أزمة إقليم تجري ربما على نصيب الأسد من الاهتمام. عظيم جدا. طيب دكتور أماني، طبعا بعد التحية، يعني احنا لو بصينا للخطوات اللي مصر اتخذتها الحقيقة في هذا الملف تحديدا من 10 سنين، هنلاقي ان مصر التزمت الدرجة القصوى لضبط النفس، وهنلاقي انها طرقت كل الأبواب الحقيقة الإقليمية والعالمية للوصول لحل سلمي، وهنلاقي انه مصر قدمت كل المقترحات ومقترحات عديده الحقيقه للتوصل لحل، وايضا درست كل المقترحات المقدمه من قبل الجميع. اي سؤالي تحديدا لحضرتك يا فندم، يعني اثيوبيا تدرك ان مصر الشيء الوحيد الذي لن تقدم عليه هو التهاون في حق المصريين، وتحديدا حق زي حق الميه ده، يعني خلينا نقول ده تهديد امن قومي. فسؤالي لحضرتك، على ما يعول أبي أحمد، على ما تعول إثيوبيا؟ يعني ماذا تنتظر؟ صباح الخير يا جمانة. الحقيقة أنه هي تسعى، يعني خلينا نقول أنها تسعى إلى أن تكون المياه آلية من آليات الثروة لديها، الثروة الاقتصادية، وأن تمارس هيمنة إقليمية، وتعلم أن هناك مقاومة مصرية بالأساس، ولكنها يعني تواصل السعي، تراهن على انقسام نسبي في المجتمع الدولي قائم على صراع بين أطراف النظام الدولي، يعني روسيا والصين من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية تانية. فهي بتسعى لتحقيق الهدف، حتى الآن لم تنجح بالكامل. طيب، على الجانب الآخر، هناك تصريحات مستمرة من داخل الأثيوبي أن الموضوع الأهم اللي بتركز فيه الحكومة الفيدرالية. دكتور أماني، حضرتك سامعاني؟ نعم. لما بتحصل هذه العراكات العسكرية في إقليم تجراي، بيخرج المسؤولين في الداخل الأثيوبي وبيعلنوا صراحة في معظم الأحيان يعني أن القضية الأهم أمام إثيوبيا وحكومة إثيوبيا حاليا هي سد النهضة وليس إقليم تجراي. هل هذا أو هذه التصريحات
من الممكن أن تضع الحكومة الفيدرالية الأثيوبية أمام المجتمع الدولي في موقف حرج، خصوصا يعني هناك ضغوطات دولية لإنهاء ما يحدث في إقليم تجراي، لأن في مدنيين بيفقدوا حياتهم. دعني أقول لك أن الوزن السياسي الأثيوبي قد انخفض بسبب إدارة أزمة، طبيعة الإدارة في أزمة تجراي، وأيضا طبيعة الإدارة في أزمة سد النهضة. هناك مخاوف كبيرة في السياق الدولي إزاء إثيوبيا، إزاء استمرارها كدولة من ناحية، وإزاء تأثيرها السلبي على الاستقرار الإقليمي من ناحية ثانية. لكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده، موضوع سد النهضة هو أحد موضوعات الصراع في بين أطراف النظام الدولي، وعلينا أن ندرك هذا جيدا ونعلم تأثيراته السلبية، ونسعى من جانب آخر إلى تخفيض مستوى هذه التأثيرات السلبية. طيب دكتور أماني، حضرتك تحدثتي عن نقطة أن إثيوبيا بتحاول أنها تثبت وجهة نظر على أرض الواقع، وهي حقها في إدارة مياه النيل، وفي نفس الوقت إثيوبيا غير مهيئة لهذه الإدارة بكل المقاييس، ومش من حقها، دي نقطة أخرى. لكن سؤالي لحضرتك، بغض النظر عن تقييمنا لقدرتها أو عدم صحيح قدرتها، سؤالي لحضرتك يا فندم، الأهم هو مدى توافق هذه الرغبة الإثيوبية مع القانون الدولي. الحقيقة ليس لديها أي سند حتى تمارس مثل هذه الإدارة، ده بكل تأكيد يا فندم. لكن سؤالي لحضرتك هو أنه مصر ليها تجربة، أيوة يا فندم، مصر ليها تجربة رائدة الحقيقة في ملف الكهرباء تحديدا. يعني احنا شفنا في 2013 كانت الكهرباء عندنا بتقطع، زي كان عندنا فعلا قصور في توفير الكهرباء لكل المواطنين. بس عايز أسأل حضرتك سؤال، ليه إثيوبيا ما حاولتش أنها تقرب على الأقل وجهات النظر، وأنها تقدر تستفيد من التجربة المصرية، ومصر دائما على أتم الاستعداد لمساعدة أي دولة، فليه هذا التعنت؟ أنت ما تقدريش تسألي السؤال ده، لأن الإرادة السياسية طبقا لرؤيتها لمصالحها مختلفة عن الرؤية دي، فهاتك ما تقدريش تفرضيها. بس حسب رؤيتهم يا فندم ان هي من اجل مصلحه المواطنين الاثيوبيين، فانا بتكلم بانطلاقا من هذه النقطه هو تحديدا. هو عايز يعمل مشروع هيمنه اقليمي، هو عايز يهيمن، عايز يهيمن على دول القرن الافريقي، يهيمن على المقدرات المصريه، عايز يرفع من وزنه السياسي، عايز يقوم بادوار اقليميه لصالح المجتمع الدولي ضد مصر. كل دي اهداف، يعني مطري انت مش بالضروره يراه هو. اذا يا فندم اجابه حضرتك دي بتنفي فكره حرصه على وصول الكهرباء للمواطنين. المساله مش مساله كهرباء يا فندم، وسامح شكري وزير الخارجيه قال الكلام ده من سنه. هذا سد سياسي، هذا سد له اغراض سياسيه، لا علاقه له بالكهرباء ولا علاقه له بالتنميه. نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتوره اماني الطويل، مدير البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.